هاي مرون. هاي كيفك؟ هاي عصيري. نحن وين اليوم؟ قلبي إيه؟ عبدة. يلا روح. انت بتفتح. ايه. تفضل. هيدا تنحيف كثير مهمة بتضاعف؟ بتشيل الدهن؟ اوف بدك تاخذها خذوها ولا تاخذها 60 عمرك ما تاخذها؟ ايه ما بدي اياها بتفضلي. انا بفتح محل بيوتي سنتر جاي على اساس معتمد كل شيء سلحي واسعار حلوه. شو اهو كل شيء اللي صار في الدنيا وانا بدي اقول لك شوفي شوفي وليك شوفي عمرك ما تشوفي. عندك هيدي عم نعم سؤال إذا بعد بده يخففهم ما بده يشيلهم، أنت عندك البكر يشيل يشيلهم يشيل 60 عمره ما يشيل. ليزر أنا ما فهمت عليك مسيون شو قلت لك؟ في عندي كل شيء، في عندك ليزر، في عندي فشار، في عندك لاتنتين، في عندي يعني في عندك هيدي، هيدي بضاعة الأوراق. أوكي. حلوة العملية وكثير وكواليتي. طيب عندي كل هدول بس في ذوق؟ في ذوق اكيد بالحكي، انت على اي اساس عم تقول لي اخذتي تبي وما اخذتي عمرك ما لا عم بقول لك اذا بتحبي تاخذي ما بتحبي تاخذي عمرك ما تاخذي. تبع التاتو هذا تبع التاتو يعني بتشيل يعني كل شيء تاتويات بتشيلهم؟ بتشيلهم ايه بركي ما بدي اشيل. طلعتي لي هون طلعتي لي هون احترم حالك. احترم حالك هذا وسهلا هذا نحن اولاد ناس اهلا وسهلا فيك بتحكي باحترام؟ مشان احترمك، على اساس بتاخذي وما بتاخذي؟ لا عم بقول لك شو اسمي حيوانات قدامك؟ لا ما بحكي هيك انا عم بقول لك بتحبي تاخذي ما بتحبي تاخذي عمرك ما تاخذي تبع التاتو كيف بيكون التاتو؟ بتنقال لك شو التاتو؟ ما بتنقال وحده جاي تاخذ من عندك بضاعه اهلا وسهلا شو عم بقول لك مدام في عندي تحترم حالك بحترم حالي قال لي بشر شو عم بتعمل؟ هيدا تبع شو؟ هيدا تبع تاخذها 60 عمرك ما تاخذها انت بتوزع للدكاترة والجيم و... اه عندك عندك بوعيهم ولا بيكون جايين مثلك؟ ليش عم تحكي هيك يا انت على اي اساس؟ انا احترم حالي ولا انت؟ انا بالاذن منكم انا بدي اسالك عندك سولاريوم كمان؟ ايه عندي سولار اه بيبي عندك شو مدام هون شو متروزه شو هيدا انا حدش اهلا وسهلا فيك اهلا مدامك حكيت الاحترام بسالك طيب هيدا شو اسعار المطلوب؟ هيدا ما تسالي على السعر، يعني ممكن تاخذيه؟ ممكن تاخذيه؟ ممكن تاخذيه بسعر حلو خذيه، ما ممكن تاخذيه عمرك ما تاخذيه. في عندك هيدا هون هيدا اللي كنت بدي اسالك عنه هيدا يا ترى شو قلت لي؟ انا بعمل لك سعر فيها، بدك تاخذيها خذيها، ما بدك تاخذيها عمرك ما تاخذيها. عمرك ما تاخذيها. شو عمرك ما تاخذيها؟ شو اللي باين؟ شو اللي باين حاطيها على راسك؟ شو حكيتي؟ ليه ما اسمع افهم؟ بدك تحترم المحل ارد عليك انه شكلك انه محل انت عم تحترم اللي فايتين على المحل ليش بدك تحترم المحل؟ تحترم المحل على طولك انت على اي اساس جاي تهديني انت ولا شو جاي تهديني هون؟ بدك تحترم المحل ارد عليك انا جاي اشتري اهلا وسهلا فيك مدام لمحلي من عند ناس محترمين تكرمي شو بتحبي؟ بتعامل بشر شو بتحبي؟ طيب مثل هيدي شو سعرها هيدي؟ خلص ما راح اختلف انا وياك هيدي علي عاملين عليها اوف ايوه فكرة معينك بدك تاخذيها خذيها بدك تاخذيها عمرك ما تاخذيها فيني ابعت بيك اب ياخذها انا فيني ابعت بيك اب في جواتك شي مسجل كل شوي بتحكي عمرك ما تاخذيها عمرك على شو عم تحكي هيك انت تحترم المحل ولا لا جاي تهدينا جاي تهدينا انت ما عارفه بهدلك ليش انت محترم بدك تحترم المحل ارد عليك انت مالك محترم كيف بتحكي معي هيك؟ انت مالك كيف بتحكي معي هيك؟ زبونات هيك نحن اولاد اولاد عالم مالنا اولاد شوارع جاي لعندك لتاخذ مره وتحكي هيك بالاذن فيني اجيب بيك اب ياخذها انا؟ ايه فيك تجيب ولك انت كل هالحكي ومالك خجلان منه هسه لا فينا نحطها ببيك اب ايه فيك تحطها اذا بدك تحطها ما بدك تحطها ما لقلك ما تحطها الله ربي الله لا يوفقك الله لا يوفقك ولك مين الله لا يوفقك جاي تهدينا انت بالمحل بدي بهدلك وبهدل خلفك اذا ما بتحترم حالك اسمه بدك محترم الله يرضى عليك هو البياع شو بدك محترم ايه وانت شو طالب انا محترم محترم بدك تكوني محترم الله يرضى عليك ما بدك تكوني محترم عمرك ما يكون بدك بكره فيني اجي على 8 بدك تيجي تعب تيجي ستة ولك يعني انت متعود على البهادل حتى لي كل ما بيحكيك وبتقول له بدي اشتري يمشي بهدلني المحل شو هاد؟ بهدلني بالمحل حد
عارف انت ماشي البضاعة عندك؟ اكيد لا. نعم؟ اكيد لا، ما عم تمشي الزبونات، ما عم تشتري من عندك. بلا عم تشتري، بتحب تشتري وبتحب تشتري، عمرك ما تشتري. معنى هذا انا بستمر بكره على الفرصه صار وجيه تظبط لي سعره، لانه انا بوصل لمحل بوصل عند الثاني. طلع فيها ولك انت خليني احكي كمان. اما في زمان طب الطبق الثاني ما بدي، انا بدي تلمني، بدي تلمني، انا بدي تلمني. طلع ما حط لي اياه ولا حط لي ولك هلا لا انا بدي هون انا بدي ادخل عيني رشاعر شعب انت ويا اسمك يا لا شوف توصل على شوفي يا عم جاي بهديني بتحكي لي بتحترمني وانا طالع انا بدي توصل لمحل انت كون عم بزعجك انا عم بعمل عم بقول بدي اطلع خليه فيني امرق على بكره على الساعه 5 بدك تمرق تمرق عمرك بالمقهى إذا منك فيني هاخد تبع السولاريوم مرقة على دفعتين؟ ولك أنت مجنون لسه ما عم تبقى لك تشتري مرقة مرقة عمرك وستين عمرك الله لا يوفقك كيف تبرو هيدي والله جيبوا لي إياها ما بعرف إيه جابوا لك إياها ما بتعرفش ما فينا نعرف سارة بس والله بدي أعرف سارة بس أنا عم بس والله بقول لك ولك شو هالمقهى هيدي؟ إيه؟ ما تعرف تهديها هيدي وقتها ليها ستين عمرك ما تهديها لا عنا أكثر من 15 سنة خبرة، منقدم كفالة وتدريب بعد البيع، عنا قسم خاص للصيانة وتبديل وتجديد كافة الأجهزة. خلي تليفونك بإيدك فيها طبع. فيها طبع. فيها طبع. طايع، قد الترويب بدك أكبس، أكبس لك شي كبسة، أكبس لك شي كبسة، روح!